السلام الله عليكم أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بتصريف الفعل الصحيح الجزء الثاني. هذا الدرس درس الصرف والتحويل المخصص للأسبوع الثالث، الصفحة 26 من مرجع منار اللغة العربية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي. إذا أنشطة أتدرب وأطبق. السؤال الأول: أملأ الجدول بتصريف الأفعال الآتية: سالمة، أريقة، مادة. لدينا فعل صحيح سالم، فعل صحيح مهموز، وفعل صحيح مضعف بحسب المطلوب. إذن سنقوم بتصريف هذه الأفعال مع أنت، هو، أنتما للمؤنث، وأنتم في الماضي والمضارع والأمر. إذن سأقترح عليكم جدول يجمع هذه الأفعال الثلاث مع هذه الضمائر. إذن هذا هو الجدول. إذن سأقوم بتصغير الشاشة. إذن هذا هو جواب السؤال. إذن لنبدأ مع الفعل سالمة. إذن أنت سلمتي في الماضي، إذن تصريف هذا الفعل في الماضي. أنت سلمتي، هو سلمة، أنتما سلمتما، أنتم سلمتم. في المضارع: أنت تسلمين، هو يسلم، أنتما تسلمان، أنتم تسلمون. وفي الأمر: إسلامي، إسلاما، إسلامو. نمر إلى الفعل أريقة: أنت أريقتي، وليس أريقت، أنت أريقتي. إذن سنصحح: أنت أريقتي، لأننا نتحدث عن الماضي. أنت أريقتي، هو أريقة، أنتما أريقتما، أنتم أريقتم. في المضارع: تأرقين، يأرق، تأرقاني، تأرقون. وفي الأمر: إيرقي، إيرقا، إيرقو. إذن هذا الفعل هو يعني صعب من ناحية النطق. إذن نمر الآن إلى الفعل دائما مادة. إذن مادة بالنسبة للماضي: أنت مددتي، هو مدّ، أنتما مددتما، أنتم مددتم. إذن مادة في المضارع: تمدين، يمد، تمدان، تمدون. وفي الأمر: مدي، مدى، مدوا. إذن لاحظوا، قمنا يعني بتصريف الأفعال الثلاث في الأزمنة الثلاث: الماضي والمضارع والأمر، ومع الضمائر أنت، هو، أنتما، وأنتم. إذن سنمر الآن إلى السؤال الموالي، السؤال الثاني. أحول الأفعال التي بين قوسين الآتية في إلى الزمن المطلوب فيما يأتي: ألف، قرأ. إذن الفعل قرأ: فاطمة كتابا عن الحضارة الصينية القديمة. إذن سنصرف هذا الفعل في الماضي. إذن سنقول: قرأت، قرأت، قرأت فاطمة كتابا عن الحضارة الصينية القديمة. عرض في المضارع: التلفاز. إذن يعرض التلفاز، يعرض التلفاز أسبوعيا صورا عن الحضارات القديمة. جيم: يا تلاميذ جدة. إذن جدة فعل مضاعف في الأمر. إذن جدوا، يا تلاميذ جدوا، جدوا في البحث عن صور الحضارة البابلية ووثائقها. نمر الآن إلى السؤال الثالث. أضع كل فعل من الأفعال الآتية في الخانة المناسبة له في الجدول: ينقلان، أثروا، أذكري، غصتا، اتخذا، يمتزجون. إذن ينقلان إذن عبارة عن فعل مضارع، إذن سنكتبه هنا: ينقلان، أثروا فعل ماضي، إذن سنكتبه في الماضي: أثروا، أذكري الأمر في الأمر: أذكري، غصتا كذلك في الماضي: غصتا، اتخذا كذلك في الماضي، إذن سنكتب هنا: اتخذا، يمتزجون في المضارع: يمتزجون.
نمر الآن إلى السؤال الرابع، أحول الجملتين الآتيتين إلى المثنى المؤنث والجمع المذكر. هي لن تتأخر عن واجبها، إذن هي لن تتأخر عن واجبها إلى المثنى المؤنث والجمع المذكر. ثم سنحول هن ترددن إلى مجالس العلم، كذلك سنحولها إلى المثنى المؤنث والجمع المذكر. إذن جواب عن السؤال، إذن الجملة الأولى الجملة ألف، إذن المثنى المؤنث نقول هما لن، إذن لن تتأخر عن واجبهما، هما إذن مؤنث هما لن تتأخر عن واجبهما. بالنسبة للجمع المذكر هم لن يتأخروا عن واجبهم، هم لن يتأخروا عن واجبهم. إذن الجملة الباء، إذن في المثنى المؤنث نقول هما ترددتا إلى مجالس العلم، هما ترددتا إلى مجالس العلم. وبالنسبة للجمع المذكر نقول هم ترددوا إلى مجالس العلم، هم ترددوا إلى مجالس العلم. السؤال الموالي، السؤال الخامس، أبدل الفائزات في الجملة الآتية بالفائز وأغير ما يلزم تغييره. إذن كلمة الفائزات سنعوضها بكلمة الفائز، إذن سنقول الفائز بجائزة التميز ماذا؟ يمد المؤسسات العلمية بأفكار إبداعية. إذن جواب عن السؤال هو الفائز بجائزة، إذن الفائز بجائزة التميز يمد المؤسسات العلمية بأفكار إبداعية. إذن سنمر الآن إلى السؤال الموالي والأخير، إذن السؤال السادس، أركب ثلاثة جمل تتضمن كل جملة وكل جملة فعلا صحيحا، مرة مع أنت، أنت، ومرة مع هما للمذكر، ومرة مع هم، إذن هما للمذكر، ومرة مع هم. إذن سنركب ثلاث جمل. إذن الجملة الأولى مع أنت، أنت رسمت لوحتك، إذا الفعل صحيح، رسم فعل صحيح. سالم، أنت رسمت لوحتك، أنت، إذن عفوا، أنت رسمت لوحتك. هما يلعبان معا، إذا الفعل لعب، إذا الفعل صحيح، هما يلعبان معا. هم يكتبون مسرحية، هم يكتبون، إذا الفعل كتب كذلك فعل صحيح، هم يكتبون مسرحية. وبهكذا أصدقائي نكون قد أنهينا الإجابة عن أسئلة هذا الدرس الخاص بتصريف الفعل الصحيح. موعدنا إن شاء الله تعالى مع الدرس المقبل، نصب المضارع الصحيح والجملة المؤولة. كونوا في الموعد دائما على نفس القناة. إلى اللقاء.